أعتقد بأنه المسار الذي تم وضعه لمجال أو لتطوير كرة القدم يمر من عدة مراحل وفقا وطبقا للرسالة الملكية التي وجهت لمناظرة الصخيرات. وأعتقد بأن المحطة التي نعيشها اليوم في اعتقادي هي أهم مرحلة وأهم انتقال نوعي لتطوير كرة القدم، لإعطاء الفرصة للشباب والشابات في مجموع التراب الوطني لتطوير قدراتهم الكروية في إطار تكوين محترف احترافي يخضع لكل المعايير. وهذا بطبيعة الحال أيضا يأتي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي جاءت في خطاب العرش للسنة الماضية، حينما ذكر جلالة الملك نصره الله بأن الشباب المغربي كلما أتيحت له الفرصة للاشتغال في ظروف احترافية وبجدية مقبولة كان الشباب المغربي معطاء وقادرا على العطاء في مختلف المحافل. اليوم هي فرصة أولا لأشكر السي مصطفى الدراب وباقي الفرقاء، وأعتقد بأنهم سيكونون إن شاء الله في المستقبل القريب كتار ومتنوعون. الشكر موجه لكل الفرق التي اشتغلت على هذا المشروع وإنجازه، سواء من ناحية تقنية أو من ناحية تدبيرية. السادة الرؤساء الذين انخرطوا بكل تلقائية في هذا المشروع، الهدف هو واحد، هو أولا أن المجال التقني غادي يتكلف به الإدارة التقنية الوطنية في شخص سي فتحي جمال اللي كتعرفوه وكتعرفوا القدرات نتاعو خلال السنوات أو العقود الماضية في هذا المجال، وبإشراف بطبيعة الحال في داخل النوادي وداخل مختلف الأماكن المخصصة لهذا التكوين. المسألة نتاع الحكامة سيوفرها الفريق الذي سيشرف على تدبير هذه الشركة اللي خلقتها لوسبي مشكورة، حتى نضمن الحكامة الجيدة والتدبير الإداري والمالي السليم لهذا المشروع. ثم بطبيعة الحال هو مشروع فيه الاختيار لمختلف النوادي التي تود الانخراط في المشروع. اليوم غادي ننطلقوا ب 11 نادي، 9 الفرق في كل نادي، يعني 99 فريق تاع الشباب في مختلف الأعمار والإناث والذكور، لإتاحة الفرصة كما قلت لكل الطاقات الشابة في مختلف ربوع المملكة لإبراز مواهبهم. سيتطور العمل مستقبلا والمجال مفتوح لانخراط كل النوادي، بل أكثر من هذا فإحنا فتحنا الباب للقطاع الخاص الذي يود أن يستثمر في هذا المجال، في مجال التكوين، ولكن شريطة أن يستجيب لمعايير دفتر التحملات نتاع التكوين والبنيات التحتية المخصصة له. أعتقد بأننا نؤسس اليوم لمرحلة جديدة والانتقال النوعي في تطوير كرة القدم بهذا العمل الجماعي الاحترافي. أعتقد بأن بلادنا ستتوفر على المواهب الكروية التي ستبرز مكانتها عالميا، وفي جميع الحالات والأحوال كرويا اليوم يعني المجال أو ما عندناش متسع من الاختيارات، لأننا إلا بغينا نمشيو قدما فتحقيق الإنجازات العالمية أصبح ضرورة ملحة. مرة أخرى شكرا لكم على استقبالكم لنا هنا، ثم على مشاركتكم وانخراطكم وانخراط فرقكم، وأتمنى إن شاء الله ومن السادة الرؤساء أن يكونوا يعني دائما حاضرين بهذا النفس المتجدد باش يمشي هذا المشروع في احسن الظروف. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.